السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وبخير. أنا منال، بعمل معاكم أكلات صحية وأكلات على نظام الكيتو. اللي أول مرة يشوف قناتي اتفرجوا على الفيديو، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش حبايبي كمان تفعيل الجرس. هنعمل مع بعض النهاردة سباستيان كيك، طريقة سريعة ولذيذة جدا وهتعجب كل أفراد الأسرة. مكوناتنا هيكون معانا 3 بيضات زي ما احنا شايفين، 2 مكعب كيري، اللي ما عندوش جبنة كيري ممكن أي جبنة كريمي معانا في الكيتو، معانا رشة ملح عشان بتبين حلاوة الحاجة الحلوة، معانا فانيليا سايلة، معانا هيكون حوالي 2 معلقة من دقيق جوز الهند. ممكن استعيض عن جوز الهند بدقيق اللوز، بتدي برضك نفس النتيجة ونفس الطعم ويمكن احلى كمان. انا متوفر عندي دقيق جوز الهند. معانا 1 كوباية من كريمة الطهي، وانا عملت معاكم قبل كده كريمة الطهي، ومن ساعتها بصراحة وانا بعملها بتبقى حلوة جدا. هحط لكم المقادير في الفيديو في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها، او كريمة طهي جهينة او المراعي، ومعلقة من سكر استيفيا. التحلية دي اختياري، عايزة تزودي مع اكتر من معلقة حسب ما بتحبي حلاوة الحاجة. سهلة جدا وهنعملها كمان في الخلاط. هناخد معانا اول حاجة 3 بيضات بالشكل ده. بسم الله. طبعا انا ولعت الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما ابتدي بعمل، زي ما احنا متفقين اي حاجة في الفرن كيك او اي حاجة كل ما سخن الفرن هيدي معايا نتيجة افضل بكتير. وادي الجبنة المكعبات، ادي 1 2، هحط كمان رشة ملح صغيرة عشان تبين حلاوة الكيك، وهحط قليل من الفانيليا السايلة عشان الفانيليا السايلة كترها بتمرر الحاجة زي ما احنا شايفين، كام نقطة بس كده خلاص. وبعد كده احط معلقة من سكر استيفيا، وبعدين كريمة الطهي زي ما احنا شايفين 1 كوباية، او ممكن العبوة اللي هي بتبقى حوالي 200 ملي تقريبا هتطلع 1 كوباية خلاص. وهاخد اخر حاجة هيكون معايا 2 معلقة من دقيق جوز الهند، 2 معلقة، ادي 1 2، وهبتدي اضرب كل المكونات دي في الخلاط. ابتدي اضرب بالشكل ده. انا هضرب لحد ما المكونات كلها تختلط معايا، تبقى مختلطة جدا. هكمل ضرب. بس كده ضربنا المكونات كويس جدا. هنبتدي نجهز الصينية. ادي الصينية هدهنها سمنة او زبدة كويس جدا بالشكل دوت عشان ما تلزقش مني الكيك بالشكل ده بالفرشة كده، وهبتدي انزل فيها الخليط اللي انا ضربته. شايفين بالراحة خالص. وهكون مجهزة صينية فيها حمام مية بالشكل دوت عشان الكيك ده بيستوي في حمام مية، وهبتدي احطه في الصينية بالشكل ده، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما انا اختبر الصينية بخلة اسنان او خلة شيش طاووق وتكون استوت. بتاخد حوالي 25 دقيقة في الفرن. هدخلها الفرن ونطلعها نشوفها مع بعض. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، اخدت في الفرن يا دوبك في حمام مية، ما ننساش خدت حوالي 30 دقيقة بالظبط على الرف في الارض. زي ما انتم شايفين هبتدي ادي خلة وانا هجربها بالشكل ده، اهي شايفين طلعت الخلة نظيفة خالص ما فيهاش حاجة. هاخدها تهدى شوية وهدخلها التلاجة ونبتدي نقطعها مع بعض. بتقعد في التلاجة حوالي ساعة او ساعة ونص بحيث ان هي تبرد خالص. وزي ما احنا شايفين حبايبي، بعد ما بردت في التلاجة حوالي من ساعة ونص لساعتين ابتديت طلعتها بالشكل دوت. طبعا هي يعني مش عالية قوي لان الكمية صغيرة، عايزة تزودي هتضعفي الكمية. هبتدي بقى اخر حاجة هحطها عليها، هحط عليها انا بحسيح شوكولاتة دارك
ده المكعب الشكل الدارك، هبتدي بقى اعمله بالشكل دوت كده، شكل عشوائي كده، اي شكل تبقى معايا حلوة جدا. هبتدي بقى اقطع معاكم الشكل ده اهي، قطع كده. عايزه اوريكم بقى جميله جدا وطريه خالص. بصوا شايفين، هاخد قطعه كده، طبعا انا صايمه مش هقدر اكل منها، بس هي فظيعه، لو جربتوها هتعجبكم جدا وطريه قوي من جوه. هقطع معاكم بس قطعه اوريكم شكلها قد ايه من جوه. بصوا طريه وحلوه جدا. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم، ولازم تجربوها وتكتبولي في التعليقات. ان شاء الله واشوفكم بألف خير وسعاده، وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.